Hi guys, today هي اللعبه تاعي لكم. كنتمناش تكونوا كاملين لاباس. انتم ما تشوفوا هاد لا فيديو هادي غتشوفوني ندير بحال شي هنديه بهكا. المهم راكم عارفين كيف ما شفتوا في المينياتور وفي العنوان بلي لا فيديو تخص الشعر. داكشي علاش انا جايكم بحال هكا. المهم ما تديوش عليا. بالنسبه للناس اللي اول مره كيتفرجوا فيا مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش انتم تشوفوني وتتفرجوا فيا دابا تهبطوا تضغطوا على سابوني او لا سبسكرايب اللي تكون في الحمر هنايا تكون تحت في الحمر، وخصوصا تضغطوا على الجرس اللي كيكون حداها باش يبقى يوصلكم على الجديد ديالي. وبالنسبه للناس اللي عندي هنا في يوتيوب وما عنديش في انستغرام، فين تتسناو دخلوا عندي الانستغرام غتلقاوهم مكتوب اما هنايا واما هنايا، مي غالبا غادي يكون واقيلا هنا. الانستغرام ديالي تما كنكون تصا من يوتيوب. يوتيوب كنهضر عليه واحد النهار واحد اليومين اولا بعد ما كنهضر عليه بزاف، ماشي بحال انستغرام كنكون فيه ديما. المهم لا فيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان تخص الشعر، كيفاش كنصايب شعري، كيفاش كنخلي شعري هابط يعني مسبسب هابط مصايب مزيان بلا ما يتنفخ بلا ما يتشوت. كاملين ما كنحملوش داك الشعر اللي كيكون مشوت ومنفوخ وما عرفتش كيفاش داير. كاملين كيعجبنا الشعر يكون هابط ومسرح ويبقى لينا المده اكثر، يعني يشد لينا في الشعر ماشي تصايبيه اليوم ويتخسر غدا. انا صراحه ما بقيت كنمشي نهائيا للكوافير، ما بقيتش نهائيا كنمشي للصالونات يعني باش نصايب زعما شعري. وليت كنصايب شعري زعما راسي حتى في الاعياد زعما كنا كنمشيو للصالون باش نصايبو شعرنا، وهذا ما بقيتش كنمشي زعما نصايب شعري في الصالون في العيد ولا هذا. لحقاش كنصايبو راسي، كنشوف انني كنصايب شعري مزيان يعني حسن كاع من الكوافير اللي غيصاوبولي. كنصايب شعري مزيان يعني ما كاينلاش نمشي نضيع فلوسي في الصالون باش يصاوبوا لي شعري، وانا كنصايبو مزيان كيبقى شاد لي مزيان كيجي هابط ما مضروج زعما من الفوق ما فيه حتى شي حاجه، كنصايبو مزيان. داكشي علاش بزاف البنات طلبوا مني نعطيهم لا فيديو نوريهم لا فيديو ديال كيفاش كنصايب شعري غير بالبلاك، بيان سور غير بالبلاك. داكشي اللي كاين. المهم اول حاجه غادي نبدا معكم بها هي انني كيف ما تشوفوا دايره هاد اللعيبه بحال شي هنديه دايره. درتها لحقاش انا ما كنشفش الشعر بالفوطه البنات، لحقاش الفوطه كتجرد الشعر يعني من الاحسن ما تنشفوش شعركم بها. كنستعمل تيشيرت مهم اللي يكون ديال القطن اولا، مهم اي حاجه من غير ما يكونش فوطه. المهم بدات فوطه باش نشف شعري. انا راني دوشت تقريبا شي 3 السوايع هادي ولا ما عرف شحال، المهم دابا يكون شعري نشف. موراها جيت كان ندير حفاضه مهم ندير معايا امتحانات وهذا، جيت كنراجع ايوا وخليت شعري يعني غيبقى يكون دابا نشف ليا شعري، غادي نحلو قدامكم باش تشوفوه. وصافي مهم بعد ما رجعت وهذا جيت ندير لكم فيديو نيت باش نيت انا اصلا نصاوب شعري يعني ندير لكم نيت الفيديو باش تستافدو حتى نتوما. المهم غادي نحل شعري غتلقاو بلي راه ناشف كيف ما شفتوا البنات، شعري ناشف يعني واقيلا ما نحتاجش نشفو. انتما كيف ما تشوفوا شعري ما عرفتش شنو نسميه، واش بوتلي ما عرفتش شنو هو هذا. مهم انا نورمالمون كنشف شعري بشي شوا، مهم كنشفو عادي كنشفو صافي حتى كينشفو من تنصايبو. مي دابا بلي ناشف، فين واحد الجويهات هنايا فازدين ما عرفتش واش ندير لهم هذا ولا لا. مي بون بلاتي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا شعري عاودتو شويه بالبروشين ديالي غير شفتو شي شويه لحقاش كان من التحت من التحت هنايا كان شويه فازك عاودتو. هانتوما هذا شعري ناتوريل زعما الطبيعي. دابا غادي نبونشي البلاك البنات، انوريكم اللي كنستعمل هو هذا، هذا ديال هانتوما ما عرفتش تبان لكم ولا لا، بروفيسيونال ولا ستيم ستيل. هانتوما البنات في هاد اللعيبه هادي كتخشى هنا كتعمر بالماء، لحقاش هو تيخدم بالبخار باش ما يحرقلكش باش ما يحرقلكش شعرك. والصراحه تيصايب واعر تيصايب زوين بزاف. انا كنصايب شعري مره وحده في السيمانه ما كنعاودش نضرب به نهائيا باش شعري ما يتحرقش وتبقى لي هابط يعني شعري ما تيتنفخش. وهذا البلاك البنات. المهم انا غنعمر هادي بالماء، هانتوما فيها غير واحد الشويه تبانت لكم، انا عمرتها شوفوا غتبان لكم واقيلا الماء كيبان لكم كيتحرك الماء، عمرتها كامله.
صافي نشفتها مزيان و كنخشيها هنايا هانتوما فهاد البلاصه هادي بلاتي صافي هانتوما تخشات صافي غادي نبونشيه دابا وهاد غيا كيسخن يعني ما كيحتاجش الوقت بزاف صافي بونشيتو صافي فيه لي دوغري ما عرفتش يبالكم هنايا ما يبالكمش ها هو تيبقى يطلع بيها بالطرطا المهم انا نقص منه على ما ندهنش بعدا شعري هانتوما البنات غادي نستعمل هذا زيت الكوكو هو اللي غادي نستعمل ما كنستعمل منه غير واحد القطيره لحقاش انا اصلا شعري زعما ماشي ناشف بزاف شعري دغيا كيتزيد يعني ما خصنيش ندير بزاف كناخذ منه غير واحد شويه تتحمقني الريحه ديالو واعره المهم غندير واحد شويه غير نقيطه عرفتش تبان لكم هانتوما غير واحد البزقه صافي من بعد فاش نصايب شعري عاد نشوف واش زعما نقدر نزيد ندهن شعري ولا لا صافي دات واحد شويه حقاش اصلا زيت الكركم يدما يعني دغيا تطلق ما ديروش منها بزاف ديروا منها بزاف الا كنتو زعما داخلين الدوش مي نتوما خرجتو من الدوش ديروا غير دقيقه منها صافي المهم دهنت شعري كيفاش كنصايبو البنات كنقسمو على جوج هانتوما بعدا كناخد هاد لافرونج باش متبقاش ديرونجيني كنخليها هي اللخا المهم غنحطها هنايا معرفتش اش كيضرب فيا الضو هاكا خصني نكون بلاتي مزيان هاكا المهم دابا غادي نجمع هذا بحال هاكا وغادي نبدا بهاد الشيء هانتوما هاد الشيء هادي كامله خصها تصايب صافي لافرونج جمعتها و كناخد غير شويه ديال الشعر ماشي ما تاخذوليش البنات ها ما تاخذوش ليا هكا وتبقاو تصايبوا واخا هاد البلاط كيصاوب زوين صراحه ولكن من الاحسن تاخذوا واحد شويه ديال الشعر بحال هكا انتما عندي الفرق هنايا تاخذوا شي شويه ديال الشعر تبقاو غادي دقه دقه يعني ما تزابوش على شعركم الا باغيينو يجيكم زوين ما تزابوش عليه يعني خذوا الوقت دابا انت صايبو ما في السيمانه يعني صافي تعطيه الوقت في داك النهار واحد الساعه هكاك باش كنصايبو ولا اقل من ساعه بعد المات صافي كنصايبو مزيان باش ما كنعاودش نصايبو مره اخرى ما لزابتي عليه طق 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 صافي غدا عاوتاني تعاودي تصايبي وبعد غدا تعاودي تصايبي المهم هانتوما كيف ما شفتو ناخذ هاد الزبا بعدا ندور هذا الجهه ديال البوخه اللي غيخدم بالبوخه هانتوما فوالا صافي دابا كنبدا بلاتي دابا غادي نبدا نصايب شعري كنبدا من الجذور البنات الفوق هانتوما تزو على الفوق وانتوما هابطين كنخدم بالمشطة فين هي المشطة ها هي كنخدمو شعرنا بالمشطة هانتوما هي بدات تهبط الزغبة مي غادي نعاودها بيان سيغ لحقاش خصها تصايب مزيان هانتوما تسمعو سمعتو تشاه ديال البوخة فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا صافي تصايبات يعني غير بغيت نعاود عليها وصافي لاحظتوا بلي راه تصايبات صافي نعاود اخر مره كنهبط مزيان
وغير بشويه، ماشي طق طق طق، ما تزربوش عليه غير بشويه صافي. نتوما الى لاحظتوا هاد الزربه هي صايبات، شوف سخونه، شفتوا الزربه كيفاش صايبات صافي. كنصايبها وكندوزها لهنايا بحال هكا، ودابا غندوز نصايب الزربه الثانيه. هانتوما كيف ما كتشوفوه ما كناخدش بزاف، كناخدش عامه ديال الشعر ونجلس نصايب فيها غير شويه، وكنبدا من الجدر. هاد الجدر هذا البنات حيت بعد ما كتلقاي شي بنت في الزنقه مصايبه شعرها مزيان وكتجي حتى لهنا كتلقاي عندها الدوج نضاج، لحقاش كتزرب على شعرها ما تصايبوش من الجدر. هكا كنهبط معاه بشويه البنات غير بشويه، كل ما عطيتيه الخطر البنات غيتصايب لكم زوين. البنات يبقاو يسولوكم فين صايبتي كاع الشعر، كنت غير مصايباه غير في الدار. عاوتاني حتى البلاط كيلعب واحد الدور كبير، إلا كان عندك شي بلاط لي لا علاقة يعني كتصايب تقيل وخصك تعاودي مليان مرة باش يتصايب لك شعرك. وشوف تشوف واش يتصايب، صوا كيلعب الدور، خص البلاط يكون مزيان. هانتوما إلا لاحظتو كنصايب من الجدر، هانتوما تعادي راه تصايبات، نعاود عليها آخر مرة. فوالا، أو عاوتاني كندوزها لهنا، أو كنبقى غادا بنفس الطريقة البنات. هانتوما عاوتاني كناخد هانتوما غير شوية، كنشطو مزيان، أو كنطلع البنات للفوق، من الفوق مزيان كنعاود هكا، وعاد كنبقى نهبط ونشطة، نفس الطريقة البنات. البنات فاش كنوصل له هانتوما كيف ما كتشوفوا كنركز على الجدوره، هانتوما كتطلعي حتى الفوق حتى الفوق كاع، كتبقاي تهبطي من الفوق مزيان. هانتوما طلعي الفوق، ركزي مزيان على الفوق وعاد هبطي. الا كتسمعوا التشا غير البوخه ماشي الحراق، لحقاش خدام بالماء. هانتوما تلقاو بلي الماء كيتسالى، هانتوما الماء كينقص، شوفي نوصل راه تنطلع حتى الفوق. ركزو مزيان على الجدور لحقاش هما مهمين، و لتحت عاوتاني حتى لتحت مهم. هانتوما البنات هانتوما ساليت هاد الجهة هادي، ولكن باقا ليا هاد الجهة. هانتوما شوفوا الفوق، شفتوا كيفاش كيتصايب. دابا البنات باش ندوز لهاد الجهه خصني نجمع هاد لافرونج هادي، حقاش كديرونجيني كنخليها هي للخر، اي زغبه عندي قصيوره كنخليها هي للخر. المهم هذا خلاص مصايب. رايت انا ساليت هاد الجهه حتى هي، وهادي خلاص. ودابا بقى لي لافرونج، لافرونج البنات المهم نقلب شعري اللون. لافرونج هي كنقسمها بحال هكا، كنبقى نصايب شويه بشويه. هانتوما هادي كنهبط صافي البنات. هانتوما شعري كيف ما شفتو راه تصايب كامل، وتقريبا قل من ساعة. هانتوما تصايب كامل، وريتكم الطريقة يعني سهلة ما عليها، يعني كتعطيه الخاطر تتبقاي غادا معاه دقة بدقة يعني من الفوق لتحت صافي، تصايب كامل.
واه ما عاودتش دهنتو صافي دهنتو ما الاولى صافي ما عاودتش دهنتو من بعد ما صايبتو وصافي يلا دابا نقول لكم باي باي حتى لا فيديو جاي ان شاء الله.